أنا اسمي جهاد الودية، بعمل في شركة أسكم الأمير. زي ما أنتم شايفين ثلاجات مدمرة، مصنع مدمر، زي ما أنتم شايفين المكاين تحت الركام وتحت المباني المهدمة. بقى في المصنع يشتغل 270 عامل، ألقيتها قاعدين في بيوتهم ملتزمين. بقينا ندعم المؤسسات للأطفال وبقينا نعطيهم أسكمو. بالنسبة لهالوقت يعني ما فيش إنتاج اللي نقدر نوزع، بقينا نوزع من رفح لبيت حنون. لقيت طبعا بجيش خمس الإنتاج اللي بقينا ننتجه. قبل الدمار ما يصير هذا بقيت أستقبل رحلات مدارس ابتدائية إعدادية سنوية، بقيت أستقبلهم بالألوفات يوميا. بقيت أستقبل أقل شيء 10 بصات مكونين من تقريبا يمكن 500 شخص، وطبعا نوزع عليهم الايس كريم وبقوا ينبسطوا في التفرج على المكن وبصنع المنتجات الاسكيمو وزي هيك، بقوا ينبسطوا كتير. حاليا جراء الدمار ما في خوف ادخل رحلات جوا بسبب الاسقف المنهارة، فحاجة صعبة كتير. لا يا عمي، فيش واقف المصنع، فيش اي نوع اسكيمو.